دكتور حامد سوف يشترك معنا في الحديث الآن، وينضم إلينا الدكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية من كاليفورنيا. دكتور أشرف أهلا بحضرتك. دكتور أشرف، الآن يعني حالة من الحيرة حقيقة وصعوبة في تفسير وتحليل المشهد الحالي بعد تصريحات دونالد ترامب، والتي خالفت ظن الجميع لأنه ظهر في صورة جديدة، ظهر بتوجهات جديدة، بشخصية جديدة، بأسلوب جديد، أكثر حكمة، أكثر هدوءا، أكثر حديثا عن التهدئة وما إلى ذلك، بينما كان تاريخه في الولاية السابقة مخالفا لهذا الأمر. يأتي الآن يقول نحن نريد التهدئة ولن أسمح بوجود حرب، سوف أنهي جميع هذه الحروب. ولكن كما قال الدكتور حامد الآن، التصريحات ربما كانت تصريحات انتخابية لا أكثر ولا أقل، فكيف يعني تدلي بدلوك في هذا الأمر؟ هو المشهد مرتبك، يعني حتى في الانتخابات المشهد هنا في الولايات المتحده كان مرتبك، بمعنى ان 79% من اليهود الامريكيين صوتوا الى كاميلا هاريس ولم يعطوا الى دونالد ترامب، وبالتالي اليهود الامريكيين كانوا عندهم رغبه في ان كاميلا هاريس تقود وقف اطلاق النار وايقاف الحرب في الشرق الاوسط، باعتبار ان ما يمثل نتنياهو لا يمثل اليهود الامريكيين، ودي كانت احصائيه مهمه للغايه. الإحصائية الثانية اللي مخليها ترامب برضو في هذا الشكل، يعني في 100 مليون أمريكي ما اشتركش في هذه الانتخابات، وده رقم كبير جدا، وده بيدل على إن يعني زي ما بيقول كده قرف الأمريكيين من الإدارة الديمقراطية، يعني اللي دخلوا للتصويت لدونالد ترامب وعملوا الموجة الحمراء في كل الكونجرس، يعني طبعا لسه مجلس النواب، دي بتدل على إن دونالد ترامب يعني في تصرفاته دلوقتي هو قارئ المشهد، قارئ ان هو في جزء كبير جدا من الامريكيين ربما مش هيكونون مرحبين بكل السياسات اللي هي يبان فيها انها متجاوز حدود الوسط، ولكن تصريحات دونالد ترامب يجب ان تتسم بالنسبه لكل الخبراء اللي حواليه، لازم تتسم بالشكل ده، بمعنى هو قدم برنامج مهم في الحملة الانتخابية، بقال لك أنا خلال فترتي في الأربع سنين ما كانش في حروب، وبالتالي هو هدفه الأساسي كما وعد أن هو يوقف الحرب في غزة، في لبنان، وفي أوكرانيا. يمكن أنا شايف إيقاف الحرب في أوكرانيا هيكون أمر صعب، لأن الجمهوريين نفسهم غير دونالد ترامب هم شايفين أن دي حرب أمريكا، مش قرار من ترامب هيقدر يوقف الحرب، ولكن يمكن ترامب يقدر يوقف الحرب في لبنان ويوقف الحرب في غزة. السبب في جانب متعلق بدائرة صنع القرار، دائرة صنع القرار القريبة من دونالد ترامب. ما ننساش ان صهره لبناني دلوقتي وهو مستشاره في الحملة الانتخابية، ده ليه تأثير كبير باعتبار ان ترامب يجب ان يقدم له مكافأة باعتبار الكونكشنز الفاميليز والعيلة. ده نعم، ولكن توجد في عائلته ايضا يوجد جاريت كوشنر. كوشنر ايضا في العائلة. اشكرك على هو بس ترامب، يعني انا بتكلم على فكرة ان هو ادى وعد للجالية العربية في ميشيغان، وكان المستشار بتاعه سهره هو اللي حرك الجالية العربية في دعم ترامب وليس كاملة. ده أمر مهم جدا للغاية، إن احنا نقدر نقول إن ترامب قادر على إن هو فعلا يوقف الحرب في لبنان وفي غزة، باعتبار إن نتنياهو هو كان منتظر نجاح ترامب، وغالبا هو كان عنده التوقع ده أو الفكرة دي، أو ربما وصلت له المعلومة دي بدري شوية، لأن هو أقل وزير الدفاع بتاعه اللي هو عارف إن هو مرتبط بالديمقراطيين، وبالتالي هو خلاص بيرحب بترامب. يعني. ضربة استباقية، هو بيرحب بترامب، وبعدين هو عايز زي ما بيقولوا كده في الفترة الانتقالية لحد لما يجي ترامب في السلطة فعليا، يعني في يناير 20 يناير، هو زي ما بيقولوا كده إيه، نتنياهو هيحاول يراوغ إذا نجحت الإدارة الحالية
بقرار مهم ويكتب لها أنها تزيح نتنياهو من السلطة في دولة الاحتلال عبر وسائل سياسية، عبر تجميع قوى السياسية في دولة الاحتلال.